السلام عليكم، وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. يا رب تكونوا بخير ويكون يومكم حلو كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. ولادي كده من عشاق الفراخ المقرمشة، حبيت كده اقدم لكم وصفة للفراخ المقرمشة ولكن بطريقة سهلة جدا والنتيجة ممتازة جدا جدا. يعني كده المضمون والشكل زي ما بنجيبه كده من المحلات بالظبط. بصوا كده الفراخ شكلها عامل ازاي، قرمشة من برة رهيبة، كمان الفراخ مستوية جدا وطعمها تحفة بجد. زي ما قلتلكوا كده الطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي، كمان هقولكوا على كام تريكة كده علشان يطلع كده الشكل معاكوا بنفس الشكل اللي بنجيبه من برة، نفس التموجات، نفس القرمشة التحفة. تقدروا تاكلوها كده على طول مع اي نوع رز او مكرونة، او على الاقل تقدروا تعملوها سندوتشات كده وتضيفوا كل الحاجات اللي بتحبوها. في الاخر هتوصلوا كده لنتيجة بجد احسن كتير من المطاعم. ضيفوا خضار وجبن زي ما تحبوا، المهم كده ان الفراخ بتاعتنا مقرمشة وكريسبي قوي من برة، كمان طرية وجوسي قوي من جوه. قبل ما ابدأ كده في الفيديو، لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا على الوصفة. اول حاجة هنجهزها وهي الفراخ. انا عندي كيلو من الفراخ متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هستخدم النهاردة الورك، تقدروا تستخدموا الورك او الصدر، ولكن انا بفضل الورك لان بيبقى فيه نسبة دهون اعلى، كمان اللحم بتاعه بيبقى اطرى وهيديكوا طعم احلى ونتيجة افضل من الصدر. ولكن لو مش متوفر عندكوا الورك بس تقدروا تستخدموا الورك والصدر، بس انا حبيت النهاردة استخدم الورك بس. بحب كده قبل ما تبله احطه كده بين اتنين كيس، يعني بفرد كيس كده على البورد بتاعتي واحط عليها كيس تاني، وبايد الهون او بمدق البوفتيك اي حاجة عندكم تقيلة، وابدأوا كده بس دوسوا عليها يعني خبطات كده صغيرة، ما تفتفتوش الفراخ بتاعتكم، لكن احنا عايزين نفتفت الانسجة بس علشان تشرب التتبيلة اكتر واسرع، وكمان تستوي اسرع معانا وتدينا افضل نتيجة. ده شكل الفراخ كده بعد ما بندقها شوية صغيرين بتبدأ تفرد معانا. تقدروا تعملوها كده القطعة كاملة، لو هتعملوها في عيش زي عيش البرجر او هتعملوها سندوتشات يعني كبيرة، ولكن انا علشان هعملها في سندوتشات فينو صغير فهقطع قطع صغيرة زي ما تحبوا يعني قطعوها. نيجي بقى للتتبيلة بتاعتنا. محتاجين 2 كوب كبير من اللبن الرايب او الباتر ميلك، ما عندكوش تستخدموا زبادي وتخفوه بشوية من المية. بعد كده هحط 1/4 كوباية من الصوص الحار، بجد بيفرق قوي في الطعم وفي التتبيلة دي، وكمان الفراخ ما بتبقاش حار قوي يعني بتبقاش كريسبي قوي. البهارات بقى اللي عندي ملح وفلفل، جنزبيل بودرة، شطة، توم باودر، بصل باودر، كمون وبابريكا، معلقة صغيرة من كل حاجة، وكمان الشطة او الفلفل الحار المجروش تقدروا تستغنوا عنه لو انتوا مش حابين الفراخ بتاعتكم تبقى سبايسي او حاجة يعني، ولكن لما تضيفوا كده حوالي 1/4 معلقة صغيرة بتفرق قوي في الطعم، وكمان مش هتبقى سبايسي قوي، ما تخافوش يعني وضيفوها كده هتديكوا طعم حلو. بعد ما بخلط الخليط بتاعي كويس جدا بنزل بقى بكل كمية الفراخ في الخليط بتاعي. تقدروا تعملوا الخليط ده قبلها بليلة وتسيبوا الفراخ بتاعتكو ليلة كاملة في التلاجة تشرب اكتر من الخليط، لو مستعجلين من 2 ل4 ساعات يعني مش اقل من كده، تسيبوها شوية كده علشان تشرب في التتبيلة كويس، غطوها وحطوها في التلاجة تقعد ليلة كاملة. هجهز هنا صوص بسيط جدا علشان لو حابين تعملوا الفراخ دي ساندوتشات. هحط 4 معالق كبار من المايونيز وعليهم 2 معالق كبار من الكاتشب، تقدروا تزودوا كمان اكتر كاتشب لو انتوا حابين طعمه يبقى اكتر باين فيها اكتر، ولكن انا حطيت 4 من المايونيز، 2 من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من الصوص الحار، معلقة صغيرة من المستردة، وهقلب كل الكلام ده في بعض لحد لما يديني اللون البينك الحلو ده، وخلاص كده الصوص بتاعي جاهز.
بعد كده بجيب 2 بولة وبحط في كل واحدة 1 كوباية من الدقيق وعليها 1/4 كوباية من النشا. انا هعمل هنا خليط جاف وخليط سائل، هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. بعد كده بجيب بهارات، معلقة صغيرة من الملح، فلفل، بصل باودر، توم باودر، وشطة، وكمون، شوية صغيرين من الكمون. بقلب كل الكلام ده مع بعضه كده في البولتين، هسيب خليط منهم يكون جاف والخليط التاني هنعمله سائل. بالنسبة بقى للخليط السائل، فأنا هضيف عليه 2 بيضة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ العادي، وهضيف عليهم من 1/4 لنص كوباية من المية على حسب ما الخليط بتاعي يكون محتاج. هقلب كل الكلام ده. محتاجة خليط سائل، ما يكونش سائل قوي وكمان ما يكونش متماسك قوي، يعني يكون شبه عجينة الكريب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبوا الخليط بتاعكم كويس جدا لحد لما توصلوا القوام ده، اول ما توصلوه وقفوا على طول خلط. انا هنا عندي الخليط السائل والخليط الجاف اللي عملناه، وجبت ورقة من الزبدة ورشيتها بشوية من الدقيق. هجيب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما اتنقعت ليلة كاملة في التلاجة. بننزل الاول في الخليط السائل بالشكل اللي انتوا شايفينه، بسيب الفرخة بس تصفي كده الخلطة اللي زيادة عليها. بعد ما الفرخة بتاعتي بنقلها كده في خليط الدقيق، بجيب من الدقيق بإيدي كده وغطي كل الوش من بتاع الفرخة يكون متغطي بالدقيق كويس. المرحلة اللي بعد كده بضغط عليها حوالي من 3 لـ4 مرات، بس ما تزودوش عن كده. وبعدين بقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الخليط لمدة 10 مرات، يعني بنعد على ايدينا من 1 لـ10 واحنا بنقلبها في الدقيق. بعدين بننفضها ونطلعها، بتدينا التعريجات بتاعت الفراخ المقرمشة بالظبط. هعمل واحدة معاكم كمان علشان تفهموا كده الطريقة والتكنيك اللي بنعمله بيها. بعد ما بنطلعها كده من خليط السائل، نبدأ بايدينا نرش بالدقيق عليها، نضغط من 2 لـ3 لـ4 مش اكتر من كده، وبعدين نقلب حوالي 10 مرات. عدوا كده 10 مرات على ايديكم. بعد ما بتعدوا كده 10 مرات ما تزودوش عن كده، بتنفضوا قطعة الفراخ، بتديكوا بالظبط تعريجات بتاعت بره بالظبط. بالنسبة للسوى، انا محتاجة زيت يكون سخن كويس جدا جدا على درجة حرارة عالية في الاول، يعني درجة الحرارة بتاعتي النار تكون عالية والزيت يكون سخن جدا. بنزل بقطع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه، اهم حاجة ان الزيت يكون غزير كويس جدا معايا. اول ما الفراخ بتبدأ تلون معايا كده وتاخد اللون الذهبي، بهدي النار شوية صغيرين علشان الفراخ تستوي من جوه، يعني نص الوقت النار عالية والنص التاني النار تكون متوسطة، لحد لما بتأكد كده ان الفراخ بتاعتي اخدت اللون الحلو الذهبي الغامق الكويس. وعلى طول بنطلعها على مصفى تصفي الزيت الزيادة اللي فيها. حاولوا كده ما تحطهاش على مناديل علشان ما تشربش الزيت وما تبقاش مقرمشة، تبقى طرية معاكو. عايزة اوريكو بقى الفراخ شكلها عامل ازاي. بصوا شكلها تحفة، طالعة مقرمشة جدا من برة وطرية وجوسي كده من جوة. الفراخ شكلها تحفة ومستوية كويس جدا. تقدروا كده تقدموها على طول كده مع بعض، يعني تاكلوها كده بالصوص اللي جهزناه قبل كده، او تاكلوها مع رز، او تاكلوها مع مكرونة، تقدروا تاكلوها مع سندوتشات زي ما تحبوا. هنا انا جبت عيش فينو وجبنة والخليط اللي عملناه او الصوص اللي عملناه، شوية من الخضار، يعني ما كانش عندي غير طماطم والكابوتشا البنفسجي والجبن والعيش الفينو. اي حاجة موجود عندكم اعملوها سندوتش على طول وهتطلع حلوة قوي معاكم. جهزوا كده كل الحاجات دي وابدأوا على طول اعملوا السندوتشات بتاعتكو. زي ما قلتلكو الفراخ تحفة تتاكل على اي وضع. هنا كمان حبيت اضيف كده للساندوتش لانشون، لان ولادي بيحبوه جدا، فحبيت ان انا احط قطع من اللانشون وقطع من الفراخ. نحط كده كم قطع من الجبنة، ولكن حتة الجبنة اللي هنا دي طلعت زيادة شوية فغطت الفراخ معايا. حطوا اي نوع خضار بتحبوه، حطوا لانشون تاني، زودوا كده صوص، حطوا العيش بتاعكو وبس كده. ساندوتش يعني من الاخر. تقدروا كمان تاكلوها كده بس، ما تاكلوهاش ساندوتشات. تقدروا تصغروا حجم الساندوتش عن كده او تضيفوا فيه اضافات تانية او تشيلوا منه اضافات زي ما تحبوا.
الفكرة هنا ان الفراخ بتاعتنا احلى واطعم من الفراخ اللي بنشتريها من برا، كمان كريسبي قوي من جوه، و سوري كريسبي قوي من بره، كمان مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. تقدروا تعملوا ساندوتش صغير، بلاش الكبير قوي، وانا بفضل الحجم ده علشان تعرفوا تاكلوه، او تعملوه زي ما تحبوا. في كل الحالات التتبيله تحفه، والفراخ ولا اروع من كده. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. كمان اتمنى ان انتوا تجربوا الفراخ بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا، مش هتشتروها تاني من برا. يعني اعتمادكم في الاول والاخر هيبقى في البيت. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في القناة انزلوا حالا واشتركوا، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وباي باي، مع السلامة، اشوفكم في فيديوهات كتير جايه.